مرحبا بكم إدارة نجم المتلوي أصدرت بلاغ عبر صفحتها الرسمية للرد على قرارات المكتب الجامعي فيما يخص مباراة ترجي جيس وأمل حمام سوسة، وطالب هيئة المتلوي الجامعة بتحمل المسؤولية وتطبيق القانون لتحقيق العدالة للجميع وبعدم تميع القضية واقحام الفيفا والتاس في شأن وطني تحكم نصوص وفصول قانونية واضحة مع الإسراع في البت جديا وفعليا وعدم قبر الملف في أروقة اللجان. لاعبي المنتخب الوطني واصلوا تحذيراتهم للزوز مواجهات في تصفية كان الكوت ديفوار نهار 2 جوان ضد غينيا الاستوائية و5 جوان ضد بوتسوانا. تمارين اليوم برمجة مع 6 في أنيكس رادس، والبارح المجموعة عرفت التحاق سيف الجزيري أيضا عصام الجبيري في انتظار البقية كما محمد دراجر بلال العيفة أنيس بن سليمان نعيم السليتي وآخرهم باش يكون علي معلول. علي معلول اللي يلعب الليلة مع الثمانية نهائي التشامبيونز ليغ الإفريقية مع فريقه الأهلي المصري في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب ضد الوداد. الوداد من أجل ثالث ألقاب ليه في التشامبيونز ليغ بعد 92 و 2017، الأهلي من أجل اللقب 11، وبتبيع الأهلي اللي عنده رقم القياسي نتاع الألقاب أيضا يبحث على اللقب الثالث على التوالي، زاد اللي نجم يكون اللقب الثالث في رصيد الشخصي لعلي معلول المحترف مع نادي الأهلي المصري. المدرب المصري حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم حسن هم اللي باش يعوضوا معين الشعباني ومجدي تراوي على رأس المصري البورسعيدي بعد ما توصل معين الشعباني باتفاق مع إدارة المصري لفسخ العقد بسبب تتالي النتائج السلبية في البطولة المصرية وأخيرا البارح الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-1. محاضر كافد اللاعب في البطولة الإنجليزية الموسم هذا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، صلاح لعب الموسم هذا مع ليفربول 51 ماتش سجل 31 هدف وأعطى 16 تمريرة حاسمة. إيسكو متوسط ميدان للريال مدريد عن اليوم رحيله عن الرياض مع نهاية تجربة 9 سنوات، كان قادم النادي ملقا في صيف 2013. إيسكو ينجم يكون وجهة القادمة إما جلاتاسراي ميلان. نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن اليوم عن رحيل توليسو بعد تجربة دامت 5 سنوات، كان جاء في 2017 من أولمبيك ليون لعب معه 118 ماتش سجل 21 هدف 15 تمريرة حاسمة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، تقع على سيت موزايكا فان.